بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. النهاردة حلقة خاصة كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة لسنته اللي هو علمها لنا، حلقة خاصة عشان نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بر الوالدين، وسنته كمان في إن إحنا نعظم اللي ربنا عظمه ونقدر اللي ربنا قدره. صحيح في ناس بيقولولنا إن ما ينفعش النهاردة، وده شيء عجيب، إن إحنا نحتفل بالأمهات. ليه؟ شفت حاجة عجيبة جدا في مسألة الاحتفال بعيد الأم، إن في ناس بيقولولنا ما ينفعش تحتفلوا بعيد الأم عشان حاجات كتيرة، منها إن الاحتفال ده ما وردش، ومنها كمان إن في ناس كتيرة بتقول والله ده الأولاد اللي ما عندهمش أمهات كده هيتكسب بخاطرهم. بس إحنا عندنا حاجة مهمة جدا جدا، عندنا حاجة إن الأمهات من حقهم إن إحنا نرفعهم فوق راسنا ونهتم بيهم ونبين إن إحنا بنعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش هنقف عند الناس اللي بيقولولنا ما تكسروش بخاطر حد، لأن في الحقيقة إحنا قصدين إن إحنا نقدر الناس دي ونخليهم يحسوا إن كل الأمهات الموجودة هي أمهاتهم، ولذلك لابد إن إحنا نفهم ده بشكل صحيح وبشكل جيد. إذن تعالوا نتكلم. وأنا شخص عشرت أم ربع قرن من الزمن وهي غير أمي، بحملها كل التقدير، لأن أنا في الحقيقة شفت منها يعني إيه أم، يعني إيه حد متفاني في تربية أولاده، يعني إيه حد بيحمل مهام كتيرة بما فيها المهام اللي تتعلق بيا أنا. الأم اللي أنا هكلمها النهاردة هي أم عزيزة عليا قوي، هي زوجتي الدكتورة إيمان حسين. دكتورة إيمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عمرو، إزاي حضرتك؟ طبعا احنا عشان على الشاشة أنا أقولك دكتورة إيمان وأنت تقولي لي دكتور عمرو، لكن خليني أقول لحضرتك أنا عشرت حضرتك وشفتك وأنت بتعملي حاجات فوق التحمل. يعني أنت حضرتك في الماجستير والدكتوراه، انت كنت في كل ماجستير، في الماجستير كنت حامل في ابنتنا، وبعد كده كمان في الدكتوراه كنت حامل. ازاي قدرتي تعملي الكلام ده، وازاي حسيتي بمدد الله سبحانه وتعالى وانت بتعملي كده؟ هو والله يا دكتور عمرو الواحد فعلا بينجح لما بيكون حواليه ناس فاهمه كويس، واهم طبعا حد في حياتنا كان حضرتك. فحضرتك كنت متفهم جدا الوضع، كنت احيانا بتساعدني، كنت احيانا بتدور معايا في الكتب وتدعمني حتى في اعمال المنزل، وبصراحه يعني كنت لاقيه من حضرتك يعني ما شاء الله يعني تفهم وتفاهم وفهم وفعلا لا يعني بجد لو ما فيش حد حواليك فاهم حضرتك بتعمل ايه اكيد مش هننجح. فانا لما الحمد لله حصلت على الدكتوراه كان في فرص عمل خارج البلاد، انا مش حابه ان احنا كنا نسافر، وفي نفس الوقت كمان لا حسيت ان انا لو اشتغلت الولاد هيقعوا مني. خليني اقف عند دي شويه يا دكتوره. انت دلوقتي فضلتي، وانا في ممتن جدا جدا، فضلتي ان انت تراعي الاولاد على بعض الحاجات اللي انت كنت محتاجه ان انت تعمليها، وخاصه في مسيرتك العلميه، فكانك اخترتي الاولاد على ده، ومع ذلك انت عملتي حاجه تانية، انت حضرتك استمريتي في طلب العلم، صحيح؟ الحمد لله. فعلا هو انا فعلا كنت بعوض ده باني بقعد الف كتب في البيت، والحمد لله ربنا اكرمني كم مرة والكتب دي يعني طبعت في الهيئة العامة للكتاب أو الهيئة المصرية العامة للكتب، والحمد لله تعرضت في معرض الكتاب. أنا قلت إن أنا أركز مع أولادي لأني الشغل مقدور عليه، المال مقدور عليه، إنما تربية الأولاد أبدا مش مقدور عليه. أنا بس هم صغيرين. اتفضلي يا دكتورة.
كمل. وهم صغيرين بقى ركزت معاهم اوديهم المكتبات طبعا الاول، طبعا يعني ده شيء بديهي ان انا احفظهم القران الكريم. فالحمد لله سلمى ختمت وهي في خمسه ابتدائي، واحمد ختم وهو في ثالثه ابتدائي، الاثنين ختموا مع بعض في نفس اليوم لاني انا كنت بس بحفظهم هما الاثنين، وبقيت اروح بيهم المكتبات العامه علشان خاطر انمي فيهم حته القرايه والثقافه وحب طلب العلم من وهم صغيرين. وايه حكايه اليوسيمس؟ وايه حكايه اليوسيمس؟ اليوسيمس ده بقى ده كان برنامج اظن ماليزي كان بيعلم الاولاد ان هم يكونوا يعملوا حسابات بدماغهم ويشغلوا الفص الايمن والفص الايسر من المخ في نفس الوقت بحيث ان هم يكونوا اسرع من الاله الحاسبه. حضرتك كنت فانا وديتهم وغيروا المكان كذا مره وبرضه بقيت اروح عشان اكمل الكورس كله، كان تقريبا 11 شهر حاجه كده يعني. حضرتك الحمد لله اتقنوه يعني. حضرتك كمان كان عندك حاجه مميزه شويه، انت بتكرهي اكل الشارع خالص. خالص. وازيك انت انا فعلا مهتمه قوي بملف الاكل الصحي. وازيك حضرتك بتعملي كل حاجه في البيت. بالظبط كده ايوه ده حقيقي. قولي لنا ازاي حضرتك بتقدري تجمعي ما بين الحياه دي كلها، ازاي تعملي كل ده؟ هو انا في حاجات لقيت ان فعلا لازم الواحد برضو يهتم بجسم الاولاد وصحتهم وكده لان العقل السليم في الجسم السليم، فبدات بقى ادخل على اليوتيوب اشوف بيعملوا ازاي الجبنه، ازاي بيعملوا الطحينه. لدرجه ان حضرتك تعملي الجبنه والفول الجبنه والطعميه. أيوة وكل حاجه في البيت. كل حاجه، فول طعميه جبنه طحينه كل حاجه بعملها في البيت بصراحه. دكتورة إيمان أنا في الحقيقة يعني وجود حضرتك مش بس النهاردة في البرنامج، لكن وجود حضرتك في حياتي خلتني أعرف يعني إيه أم متفانية في حياة أولادها وبتقدر تعمل أشياء كتيرة جدا جدا تخفف عن زوجها وكمان تراعي أولادها مع اختلافهم ومع تنوعهم. انت ما عندك اولادنا ما فيش واحد فيهم شبه التاني، لكن بيجمعهم حاجه واحده بس، ان انت ربيتيهم على حب الاسره وحب البيت. فانا شاكر لحضرتك وممتن لحضرتك، وانا بعتبر حضرتك افضل رمز للامومه عندي. ربنا يخليك. فانا شاكر لحضرتك، وانا كنت لازم اقول كده واحنا بنتكلم عن الام، لازم امتن لحضرتك واقول لك ربنا يبارك لي فيكي وتفضلي زوجة وأم إن شاء الله مفتوح ليها باب الجنة إن شاء الله، ومفتوح ليها باب الجنة الجنة الأولى قبل جنة الآخرة إن شاء الله. شكرا الله دكتورة إيمان. ربنا يخليك يا دكتورة. وأنا سعيد جدا جدا بمداخلة حضرتك، وبقول لحضرتك انطباعاتي بعد ما أشوف حضرتك بقى في البيت.